Ah, zeta, zeta. لنا نتسنى الناس على ما يطلع معنا في هذا اللايف المباشر باش نقابلكم من قصه ديال عشرة مشجع مساوي اللي هو رايان. الام ديالنا الام ديالو غادي تحكي القصه ديالو لكل الناس متابعينا من خلال هذا البث المباشر. ننتظروا الناس على ما يطلعوا معنا في هذا اللايف ونتمنوا شي واحد كان طالع معنا يعطينا الصوت كيفاش داير باش نبداو من القصه ديال رايان اللي كلشي كيبغينا في الحومه واللي غتشاهدوا معنا يعني واحد الجداريه اللي اسمها الشباب ديال حومتو الحب ديالو الشغف الفريق المغرب الفاسي. الام ديال ريان غتحكي لنا القصه ديالو. واخا لاله مرحبا بك معنا مباشره على قناه شوف. السلام عليكم خويا. انا القصه ديال ريان بان كان فاش زاد زعما طبيعي ما فيه حتى شي حاجه. ملي دار عام وربع شهور ديتو الطبيب حيت ما كانش كيمشي. تاخر كان عنده فاش ديتو الطبيب قال لي عنده نورمال ما عنده حتى شي حاجه يعني منوض سنات كيهضر ما فيه حتى شي حاجه. من بعد بقيت كندير الطبيب بزاف ديال الاطباء ماشي غير واحد لا جوج. في الاخر قلت له دير لي السكانير بغيت نعرف ودي شنو عنده. فاش دار له السكانير قال لي عنده الماء في الراس. درنا له الماء في الراس قلت له شنو هو الحل ديالو. قال لي خصو ضروري عمليه يديرها على راسه بان باش يدير العمليه غادي ينوض ان شاء الله يمشي. درت له العمليه بقيت متبعه والو 3 سنين موراها مشى لنظر ديال عيني. فاش بقيت كنمشي للاطباء واحد اخرين تيقولوا لي كل واحد شي كيقول لي الطونسيون طلع ليه شي كيقول لي لافال مزيره له على حساب عينيه شي كيقول لي العرق ديال عينيه مشى. يعني ما لقيتلوش الحل انا ديال هنا في المغرب ما لقيتوش. ما خليت حتى طبيب لا في لا في كازا ولا في الرباط ما خليت حتى شي بلاصه ما مشيت لها. ودابا الحل الوحيد اللي بغيت له هو العلاج ويقرا. يعني هو في الاول ملي كان صغير كان نضر عنده مزيان كيشوف. الحمد لله الحمد لله عندي تصاور وعندي كلشي عندي فيديوهات ديالو بان كيهضر مصور عندي كلشي ديالو بان كان بعويناته. يعني العمليه اللي سببت له العمليه سببت له في النظر ديال عينيه مشالو. يعني هذا هو المشكل اللي قال لك لاباري اللي زيرات له على العرق ديال عينيه. والطبيب شنو قال لكم يعني ملي وقع عليه الخطا الطبي ما بقاش ياك ما قادر يعني داكشي ديال الله سبحانه وتعالى قال لك داكشي ديال الله. وكيف كتشوفي الحاله ديال ريان؟ ريان ملي كيمرض راه ملي كيجي الحرق الراس وراه شهر ما ينوض ما حتى شي حاجه ما كياكل ما كيشرب ما حتى شي حاجه. يعني بغيت نعرف هذاك الحرق اللي كيجيه من الراس ومناش. يعني فاش كندير الطبيب ديالو كيقول لك اعطيني شي حاجه اللي كيقول لك شربي هذه الكينه ولا دواء ولا سير ولا شي حاجه صافي سيري بحالات. يعني الحل ديال الراس الحرق واخا تعطيه اللي عطيتيه يشرب البحر راه ما كيتكافاش معاه. يعني عندك معاه معاناه شي شهر ما ينوضش من الفراش ما ياكل ما يشرب كيبقى مجبد حتى كربي كيرخف من حاله صافي هادشي اللي كاين. واخا شنو النداء ديالك للمحسنين اللي خارج المغرب بانها العلاج ما كاينش عندنا با ما قلتي في المغرب؟ كاين على برا ما كاينش عنده العلاج هنا في المغرب خصني نتي على برا. يعني والعلاج على برا راك عارف مكلف وخصو مصاريف كثيره. هو كيبغي المدرسة باغي يقرا هو باغي يقرا كيحماق على قرايه ولكن المدرسة ما لقيتهالوش هنايا. يعني كاين وحده في طريق الصفرو قالوا لي خصها خصو اللي مرافقه اللي تعاونو وخصك ضروري ترونسبر باش تديه وتجيبه. يعني ما عنديش الامكانيات با عنده الخدمه على قد حاله ما عندوش يعني شي خدمه اللي غادي نقول لك يعني راه موفره ولا موظف ولا دابا راه خدمه على قد حاله. وكنتمنى من الدوله تشوف من حال هاد الناس اللي معاقين تشوف من حالهم لان حتى ما عندهم حق في الحياه. باغيين يقراو باغيين بزاف د الحوايج يوصلوا اللي ما وصلاش واحد يعني نورمالي راه كيوصل للمعاق احسن لهذا. يعني بغيتو يقرا قران بغيتو بزاف د الحوايج يوصل حتى هو. واخا لالا انت في الاول ملي دار العمليه الطبيب واش قال لك عنده امل انه يتحيد الماء من الراس؟ ما قال لك زعما قال لي عنده امل في المشي. يعني حنا درنا له العمليه على امل يعني هذاك الماء مزيل على العروق هذاك الشيء علاش باش غادي ينوض يمشي ماشي على حساب عيني. انا ما سحبنيش بان غادي يمشي له في النظر في عيني. يعني حنا دينا على حسب المشي ما ديتوش على حساب يعني الدري كان كيشوف. يعني ما بين دقيق هذا المكانه مشى له نضرب يعني نهائيا. يعني السيد دخلنا لغير المرجان تقداو حنا باه يعني بقى كيشوف اللعاب خرجنا الدير بدا كيتفتف في حاجه كنقول با كيقول لي لا راه غير البرد. هو الدير هذيك الساعه تمشى له نظر من عيني. ورساله اخيره للناس الماس يعني رساله للناس الماس يعني هو كيموت على الماس. يعني منين بدا كيعرف وداك الشيء كيحماق على الماس. يعني قبل ما يمشي للتيران كان كيشوف في التلفازه ومنين بدا بشويه بدا كيمشي للتيران ولو معاق كيمشي يديو الكروسه كديو ولاد الجيران الله يكثر من الخير زعما. وكنتمنى حتى هما يشوفوا من حالو يعاونوا هادشي اللي كنطلب منهم. شكرا بارك الله فيك اخويا. شكرا ان شاء الله الشفاء بارك الله فيك الله يسهل عليك. نتمنى من جميع الناس يعاونوا هادشي اللي كنطلب بارك الله فيك. شكرا على اختك اخويا. شكرا اذا كما تشوفوا معنا على المباشر وحنايا غادي غادي نهبطوا باش نشوفوا واحد الواجهه اللي اسموها الشباب ديال اسمها الشباب ديال
إذن كما كتشوفوا هذه الجدارية ديال أشهر مشجع مصاوي عيان لوقع عليه خطأ طبي. كما كتشوفوا الناس ديال الحومة وكذلك الأصدقاء ديالو أنهم سموا هذه الجدارية حبا وتقديرا لرايان. شكون اللي سمى هذه الجدارية؟ سلم على سي الشهاب. سي الشهاب مرحبا بك معنا مباشرة على قناة شوف تيفي. الله يبارك فيك، شكرا بزاف. يعني هذا يعني في حد ذاته اللي هو تكريم بزاف، انني في التشكيلي ابن مدينه فاس، فكنت نسيق مع شباب من المنطقه ديال حي طارق اللي هما شباب غيورين على المدينه ديالهم، على الاحياء ديالهم، على الحي ديالهم، وغيورين كثيرا على الفريق المغرب الفاسي. وفهذه كانت مناسبه ان يعني يديروا واحد الطاق. من بعد كنا درنا بزاف سلسله ديال الرسومات الجداريه التخصيصيه، فجاء الدور على المغرب الفاسي، وجاء الدور على الطفل اللي هو الطفل ريان اللي كان يعتبرنا بطل وغيور وكان كيحب المصر من الصغر ديالو. فابت يعني شباب ساكنه تنسيق معايا اننا نرسموا له هذا الرسم اللي هو في حد ذاته رسم تكريمي بحق الطفل هذا. نتمنوا له ان شاء الله الرحمن الرحيم الشفاء العاجل، ونتمنوا يعني الجمهور ديال المغرب الفاسي يقفوا معاه قلبا وقالبا باش يعاونوا الطفل هذا، وباش ان شاء الله يتشافى ويلقاو له الحل، وباش توصل للناس المسؤولين انهم يقفوا مع هذا السيد هذا الدريري هذا مسكين اللي هو طفل اللي كنعتبره من الملائكه. نتمنوا له الشفاء العاجل، ونتمنوا ان شاء الله الفرق ديالنا في الصغر. شكرا.